إنها بشارة بجنات النعيم أعد فيها الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بشارات من الله تعالى بجنات عدن بالفردوس الأعلى لأهل القرآن ولأهل الذكر. الخاتمات لكتاب الله عز وجل يشكرون المولى تعالى أن وفقهم لختم كتابه العزيز، ويسألونه أن يفتح عليهم فتح العارفين بالله في الفهم والمعرفة والاستنباط. براعم وأطفال وزهرات مدرسة تمسلت يشكرون المولى أن وفقهم للحفظ والإتقان، يحملون اللوحات القرآنية والشهادات العلمية متوجات في رؤوسهن بتاج الكرامة والعزة.